سويت هذا البث عشان أقول لكم إن ذاك البث قفل فجأة لأني كملت ساعة، فخلاص يلا انتبهوا لنفسكم، لا تخلون شيء يزعلكم، لا تضايقون، ما في أحد يستاهل. شو كمان؟ روح أنام، دعواتكم لي عندي يوم شاق غدا. أوه ماي جاد. المهم بس والله بروح أنام. Thank you 411K. انتوا تحسبوني اني ما الاحظ اني كل يوم كذا، يعني كل ما زاد عدد الاحظ، بالعكس والله كذا ودي كل ما يزيد عدد انزل لكم. Thank you. بس بدل اقول لا اذكري عيب. المهم وصلة، شكرا لكم 411 والله يوفقني. شكرا. لحظة ضبط شعري لاني اضحى الكيل ما شعري. احنا بيات امسح الميك اب بالبث ابي اتصور كم يا الله يا الشوشه ذي الله عادي ما عليه. المهم ابي امسح الميك اب بس ابي اتصور او سويت كميه خشم ما تضحك انت لما تضحك على خلقة ربي انت ما تضحك. I'm back. Just one more trick. Hi. You wasn't think. No, wait. ليش تون سكرين ريكورد على هذا جوا جو المحادثة بسناب؟ خشمي هذا طويل. أيوه شوف خشمي دبل هذا ثلاث مرات. أنتوا مو فلا لما تقدرون على خلقة ربي. نعم لا زاخ دي خلاص دي طيب خلاص ورينا غرفتك من زينها عادي بس الباك جراوند هذا حلو بسوي تكلم انجليزي هي مو من الجزائر امها من الجزائر وهي سعودية والله هي يا صان سوري Oh my god, three notifications. Hey, اخوي اخذ النجوم حقي. يا رب دخيلك. يما يدي تخوف. أشبر جيف ثور. أحكولي عن أبراجكم مشاكلكم النفسية. أرجع كلمة لأني حاطة إضاءة. I'm putting a light. لا خلاص بمسح الميك اب. خليه ياخذ خليه يبلع. حقي. من جد هذه هي العيون المبطنة إيه. عيال مبطنة شوفوا الميك اب خلوا الإضاءة عنكم ما يطلع نظيف يلمع إلا إذا كان وجهكم أساسا نظيف. قبل ما أحط الميك اب حطيت سر شعري هيد اند شولدرز دعابة لا ما عليكم حتى أنا بقفل بث وروح تعبان مسلسل نفس الحال ما نخلق ثبت سناب تفشت تدرون ذولي كراتينهم هنا oh my god that's such cute ما اقدر اتحمل
قلب عيوني. هل سوي إعلان؟ مو هذا اللي حطيت منه. أيوة هذا. والله إنه مرة حلو. كنت تبكين صح؟ كنت تبكين. لا. مسلسل يعتبر. والله خفت حرقونا علي. يا رب دخيلك. والله صدق ما قد قلت إني أتابع مسلسل ولا شيء عشان ما تحرقون علي. You know. أصلاً عادي أنا مريضة. مرة كنت أتابع مسلسل بنات الشمس طالبة بلوفرك إذا إيه. ما فهمت إذا إيه ما قلت لا. ما فهمت إيش تقصدين. قلبش. المهم بكرة شو عندي والله. المهم أكمل لكم. شكيت بقول اي اتذكر اني كنت اتابع بنات الشمس اول شنو سويت؟ رحت تابعت اخر حلقة وحركت على نفسي انا قدوتي. المسلسل اللي اتابعه امريكي. It's American. American series. صورة عرضك موت. لحظة جايز اذني بخير اذني بخير. سيريسلي انا توني انتبه اني نتفت الحرق مثلي احرق النسوة واني مريضة معلش. ترى المسلسل اللي انا قاعد اتابعه الحين ماسكة نفسي ما اروح اتابع اخر حلقة. ايوه بس خلاص خلاص بفسخ الحلق. كيف تعلمت المكياج؟ كيوت 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 كيوت. المهم كيف تعلمت المكياج؟ كل يوم أجرب شيء. اليوم شفت واحدة كذا مو توتوريال بس واحدة حاطة ميك اب حاطة الإضاءة اللمعة دي حلقة كبير. يو مو كبير شو اسمها بسلم عليها بالبث. من هو المخرج بطولة المسلسل؟ والله ما ادري حتى اسماء الفنانين الممثل فنانين الممثلين ما اعرفهم. بي بي بيث او دين او ستان روبي. لا لسه ما وقفت بث. Prison Break. هاي ترى قلت إني بفتح بث عشان أودعكم. شيت جايز ليش تكفشون على بثي كذا؟ ليه 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 ليه؟ خلنا نسوي عملية اسم جلاب مجلس. ويع ويع ويع. اسم المسلسل Good Girls. يما شو أنا أقول يا حبيبي بدخلك. صبر. هاي I'm back. Come back. نظام نومك ماشي لازم يتغير. ذي المياعة سوي نفسي تكتب بسرعة. Good, that's what I'm doing. شفتوا شلون تكتب بسرعة؟ Yes, you should. لا إله إلا الله. يا قلبي قلبي لا تمدحوني خلاص انا تبت. اوكي بلوشتي من وين؟ انا ما ادري ما ادري والله والله قسم الجاي العظيم ما ادري. قاعد بس قاعد بس انا قلت بس كم بس كم بس
موفي موفي أنا لقيت موفي موفي جدا رغد جدا. وش رغد؟ وات شنو البنك كان في يدك؟ هاي ربطة شعر. ربطة شعر. مالك صورة فوز؟ كيف هاتي ايش في هذي فينيت؟ لا نفتح موضوع ورسر. انا الحين مرة سيريوس اوكي. زروني كنت احسب مايلي سايروس نفسها سيريوس. اصبروا بصور المقطع زي هذيك اللي ميك اب يهبل. انت اللي تهبلين. بنات وش لذعة؟ مو لذعة، لذغة. ما فين لذغة؟ كل من طلع صار مشهور. ايش ترجعي؟ يهمكم لهالدرجة وش ارجع؟ انا شاعرية. ما عندنا احنا سوالف القبايل وزي كذا. يا رب دخيلك. Be one baby. When I get older, I'll be much stronger. No, 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 no. الإضاءة هذه تلقاها في سنتر بوينت. بلك شريتها بشيء مشاقلة. بلك 40 ولا 70 مانيش متأكدة. متأكدة عن نرد لك. When I get older, I'll be strong. I'll be me. ليش تبغى Hey guys. Hey guys. Just calm down. Calm down. لا تحطون فيس خشن. خشمي ما يشبه هذا الخشم. لا تحطون فيس خشن. صراحة أنا مو متناقضة، بس يعني وقت الجد شخصيتي جدية، وقت البث يعني أمزح وألعب ولايك. بس you know الحين فتحت معي موضوع شيكات، أفتح معكم موضوع شيكات عادي، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة أبد. من الحل من حبوب تطلع فجأة. يا ربي دخيلك، أنا طلعت لي حبة هنا ما أدري من إيش. مشيت لها سكيب، أحط عليها فاونديشن عادي. don't care. تلعبي فورتنايت؟ yes. ألعب سكوات. أوه فلوس. يا موضوع شيكات كذا. You know. مواليد كم؟ ليه؟ وزني 48. ايش تبون؟ كيس رز. ليش متحمسة؟ لأني متحمسة. يا رب دخيلك. كريم الأساس اللي نستخدمه أنا فخم فخم فخم، سعره رخيص يعني مليح سعره، تغطيته حلوة. تقدري أشكو ديريها فول كفر ديري ميديوم كفر، يعني تغطيتها خفيفة ولا ثقيلة؟ هاي إيش تبون؟ ترى قاعدة أكلمكم، قاعدة أكلم، قاعدة أكلم خالتي، مو خالتي، صديقة ماما، قاعدة أكلم بنت صديقة ماما. I'm gonna do everything guys. I do everything. البرلين دوخة راسي. أحبها. أنا آسف. أحبها. هاي. لا تحطون خشب. فيني رجع. كم نسبتك كانت في الثالث؟ أشفي. What?
للأسف كان 95. الجوال قاعد يرج مو بس أنا. حلو. أوه مرة حبته. حط خشم. خشمك حلو معك. I know إنه حلو بس هذا له haters. haters. للأسف والله للأسف انجلت. شو سوي كنت كل يوم بث تخيلني فيك فرط حركة. too much. شوفي ثبتي على اللي رسلته حطيت سنابك والله ما شفته. أسوي حركة حلوة بدخل هذا هنا. صبر. you want back baby. فهمتوا كيف أقصد؟ زي كذا. ألبس هذه زي كذا ويصير عندي حلقين. يمينك مدخشة ما فهمت المعنى. I didn't guard. شو أحسن حلقات؟ أوكي أحسب بلاكس. حاولت. بدوني افا. هاي هنف. هاي يجبوني اللي يرحبوا بنفسهم. قسم بلاد انا احسن. انت بدين تسألون ايات شيء فيها قابل انتو هو جالة الحجم كبيرة فيه. اتحرك يا ساشتينا. خير. وات ايش المشكلة؟ ايش المشكلة؟ ويه تحسون الحركة بفلوس. it's not by money it's free. لا هو نفس الكريم الاساس اسكت تحطي منه قطره واحده يولي خفيف. يعني قطره واحده تكفيك. انا ندير قطره قطرتين في برك. تحطي قطرتين يولي ثقيل. تحطي ثلاث قطرات يولي تغطي يعني زي ما كما عروسه. من ماركه انواي اكس. هو لو كنت بشي سيفورا ولا اي بلاصه عندها جامعه شيء جامعه اكثر من ماركه تلقاي الحين صور لك. ومعاه برايمر قبل المكياج. شعرات نيو ستيريال. يبون باك بيبي. اوكي انت حد لامه واحدة شاوذا. هاي جوري اشتغتك تسبين كلبة. اشتغتك تسبين كلبة ثم كذبة طاح الفونديشن. الله يسامحني. تستعملي لي في وجهك الحبوب. اخليها كذا. اخليها لين تفوت من نفسها. الحبوب هي اللي تقومون انا اروحها. ترسمين حاجبي بنسل. حبيت اللهجة. Oh my god. قد أحاول إني أوضح لهجتي لأني ما أعرف أتكلم مرة جزائري. تيشيرتها من جوتشي. صراحة لو ما قلتوا له إنه من جوتشي كان على بالي من الهرم. لو مكانك ما أحكي بمكياج والله يفشل. أنا ما يفشل بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي هذا شيء مرة واو. إنه أنا سويت قدرت إني أسوي like this. أنا لسه عمري 15 سنة. السلام عليكم. صاري حق الحاجب. اي قلم حواجب عندك هذا وين اللحظة في حفان عندك حق السازي هذا حلو مرة بعد. اوكي شكرا. من ايش يطحون لي شمك. ايوه نفس هذا. نفس هذا القلم. لا ترى استهبل مو قصدي عليك انت. بس انا اقصد اللي يسالون من وين تيشيرتك لانك تبكتش. فهمتوا والله ما قصدي شيء. you want back baby na 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 na
ان تفهم كاس العالم. والله ميك اب يرفع عليك قضيه. او ماي جاد ثانك يو. ايوه احسن مسكره اسنس السوداء تفوز وسعرها 16 ريال. صوري اللي عندكم اقول لك لانه كاين واحد اسمه فراسر ولا حاجه كيف هكا يديروا في التوتوريالز يكون زيت كاين يدير زيت الاورجان قبل بس لازم تكون يعني ما فيهاش مواد كيميائيه وهذيك اللي يديروها بزاف تاع الناس قطره الذهب ميه تاع الذهب يحطوها على وجههم بصح البرايمر اللي انا قصده هو داير كيما الكريم يخلي بشرتك كانها بودر كانه بشره يعني بيبي حلو ما يكثلش ويعبي الخطوط اللي تخرج عند الخد عند التجاعيد والاشياء هيدا. هاي انتو صبروا انا قاعد اسوي قلتكم قاعد اسوي الف شيء. هذا زي ما كمل تحطيه اساس قبل الفوندوتان تحطيه يثبت ويرطب وما يخليش يتكثل. مسكرة 50 مو 16 ريال قسم بالله 16 ريال عنده عن سادة ليت وايتس. راجع نخربها ليه حبايبي ليه انا خلق اثبت الله انا خلق لا تضغطوني والله انا ب 16 ريال والله العظيم ما الضريبه يمكن صارت 17 ما ادري بس انا 16 لا تعدوني عشان اعرفه انتبه منها تقليد من الصيدليه مش صيدليه وايتس سعرها من الشركة نفسها من شركة اسنس 16 ريال لا يلعبون عليكم انها ب 50 و 45 و 30 لا والله العظيم 16 والحمرة الوردية ب 15 و 16 حتى هي يعني وش فايدة الشركة بتبيع ب 16 اي وان باك بيبي نا 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 اصلك مغربي جزائرية سلامات وجا وشو ترى اللي تشترونها بخمسين واربعين هي اللي تكون تقليد الأصلية تلقونها عند الصيدلية الأصلية عند الصيدلية ياس يا أخي وخر والله صدق السعودية لا ملك بسعي ياس I just born here ترى هذه المسكرة سعرها 16 ريال بالضبط 16 أو يمكن 17 عشان الضريبة عند صيدلية وايتس موجودة فلا يلعبون عليكم تشترونها ب 50 40 ما أدري كم سعرها 16 ريال من ماركة إسنس نفسها نزلت سناب فديت أمك جابت لي أسخن What? Seriously? من أين أنتي؟ دائرية. خلاص guys انا قررت اني اقفل البث because I'm so طيط هلا لينا قلت مرة ثالثة وهذه اول مرة اشوفك فيها في البث احس اني متغيرة حواجبي رسمة مطيرة دي اللي بس بتودعنا بس بودعكم لي 24 دقيقة فكرت الحريم اذا وقفوا عند الباب ويدعون بعض Ow. Mommy finger, ow. Where are you? Here I am. What do you do? Mommy finger, bajib. وزير الميكب ومسح الميكب. Ow. اشتغل. حياتي ضيحني. ها. ورجعنا لكم مقطع جديد فجر ام هليكات.
احسك ألماني واثنان والله العظيم ربي دخيلك ركعتك كتشي. لا انا امس ما ادري قبله رايحه له رايحه اصدر توابس جبلها بجلري موجوده موجود منها الزرقاء وموجود منها الورديه موجود منها انواع ثانيه 13 بعد اوكي وات كنت بسوي ايلاين حقي احمد سعيد طب شوفي من تنوض ماما انا غادي نقول لهم وان شاء الله لك نكيل الوقت قبل ما نسافر وغادي نمشي ونجيبهم لك ترى هذا لون وجهي احمر ماني سمرانة بس برونز فونديشن غامق شوي نسمع اما تسمعون صبر ما سمعتوا فاسمتوا ممكن قصدك زي الشمر اذا مش جاي الشمر شوي نصور لك نكمل بث نصور لك ترى الصوت واضح ايش تقول ترى وجهي احمر انا خدودي حمراء انا البندوره الحمراء لا قول مني متشبع تصير خدودي حمراء الجليتر مع الايشادو ايش دخلكم واو وجهي احمر ذكرى كان يسمع صوتك كذا مسحت الفاونديشن مسحت العين انتبهي لا انا وجهي دائما كذا طبيعه وجهي لونه عشان كذا احب الفاونديشن يكون على اصفر ما يخلي وجهي كذي احمر المهم اهم خطوه الحين كيف اصفف مكياج العين هاو تو درن محمود سعيد أسوأ أيلاينر يا أخي سعيد شوفوا كذا يخرب كل مكان وراه نزل الميك اب هاي هيا اوكي شكرا كني مهرج تصور هاي لا ما عليك هاي شوفي الجهه الكويسه لا تشوفي الجهه الثانيه هاي اكره اني امسح الميك اب اسمع هاي حبوب تحت الجلد الحمد لله ما في حبوب الله ياخذ انا محمود سعيد ما بحطه بيصبر
أبي منشفتي سحرية. Hello guys, I'm back. أو عيني. كم درجته؟ مو درجة، اسمه كريستن. كل شيء استخدمته في اللوك اليوم صورتها بالسناب. إذا طلعت لك إيش تسوي؟ لا مو منشفة المطبخ، منشفة ميك اب قطنية شوي كذا فيها. حتى اللي ماسحة فيها الميك اب ألف مرة. منشفة السحرية؟ لا والله بس استهبل، أنا دائما أمسح فيها. حاجب الرسم، حاجب الرسم، هذا الفرق. يوم شقرت شقرت النهاية ترى قصرت حاجبي، كرهني ليه. منشفة مو منشفة، قطنية كذا مو سوفت. طالع ما أعرف ما جتابين. لا مو من أمصح دعو مشقرة، بس امسح بقطن. جايز قفل البث لا اصبروا، استمتعت with you. وبس والله كيف صرت انا على الوضوء داخل الكيس وقف. طيب احسك تكسر او المهم انه خلاص. شكرا لكم 411,000، انتظروا مني الافضل like this. وباي. Class. Why?